اهلا بكم. انا دكتور محسن نصير، استاذ امراض النساء والتوليد والعقم. هكلمكم النهارده عن المشكله بتقابل دكاتره امراض النساء والولاده، وهي مشكله الانيميا. والانيميا دي طبعا موجوده في بلدنا بنسبه كبيره، نتيجه ان العادات السيئه في التغذيه، ومشكلتها مع الحمل بتبقى تزداد اكتر. فالانيميا مع الحمل بقت مشكله، كان المفروض ان هو في البلاد المتحضره دلوقتي ما بقاش فيه النسبه دي موجوده، لكن احنا عندنا نسبتنا لان ما بنعالجش السبب من بدايته. فموضوع الانيميا ده بيأثر على الام وبيأثر على الجنين، وموضوع الانيميا ده سهل جدا التعامل معاه لو اهتمينا بالبنات، هم اساسا وهم حتى في المدرسه، ودي اللي احنا بنوجهها له، ان هو حتى في المدرسه دي، لان هو البنات اكثر عرضه للانيميا اكثر من الصبيان نتيجه وجود الدوره الدمويه، الدوره الشهريه. فالدوره الشهريه دي بتاثر برضو على نسبه الانيميا عندهم، وبالتالي ده نقدر نكتشفها قبل الجواز، وده اللي احنا بنقوله ان هو قبل الجواز بيبقى في تحليلات تامل، من ضمنها اللي هو قياس نسبه الهيموجلوبين والحديد والفيروتين في الدم، على اساس ان انا لو قدرت اعرف ان ده في انيميا موجوده نقدر نصلح الانيميا دي قبل الجواز. مشكله الانيميا هنا انها مشكله متشعبه، ومشكلتها انها بتعتمد على نوعيه التغذيه اللي هي بتاخدها البنت او السيده بعد الجواز، وبالتالي لازم نهتم بالعاد او نبعد عن العادات السيئه في التغذيه ونحسنها، واننا نقدر ناخد الحاجات اللي هي مفيده لهم، خاصة في اليومين دول الأكل الخارجي بتاع الشعر ده طبعا بيزود نسبة الأنيميا اللي موجودة. فلما نيجي بنت بتتجوز وهي عندها 20 سنة 22 سنة 25 سنة، وبص لقينا الهيموجلوبين بتاعها بيبقى أقل من 9 أو 8، فدي المفروض ما يسمحش لها بالحمل إلا بعد ما نصلح الأنيميا. المشكلة هنا بتقابلنا إمتى؟ الحاجات دي بتعمل بعد الجواز، وبعد ما الست بتبقى عارفة إنها حامل، فبنكتشف وجود الأنيميا. والأنيميا خاصة نتيجة نقص في الحديد هي أكتر نوع متعارف عليه عندنا في مصر، وبالتالي علاجه أن أنا بقدر بعادات، يعني تحسين العادات في التغذية مع إضافة بعض النصائح لنوعية التغذية اللي بتاخدها، مع إضافة اللي هو أنواع الحديد. وإحنا بنبتدي طبعا بالحديد اللي هو عن طريق الفم، أحيانا بيبقى الحديد عن طريق الفم ده ما بيجيبش نتيجة وجود مشكلة في جهاز الهضمي، سوء الامتصاص، سوء عدم الالتزام باخده، فبنضطر أحيانا نديه عن طريق الوريد، وده لازم يتاخد في مستشفى عشان نحسن نسبة الهيموجلوبين عند السيدة قبل ميعاد الولادة، لأن احنا عارفين إنه في الولادة السيدة بتفقد كمية من الدم أثناء الولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية، فلازم تبقى معمول حسابها. فبالتالي لازم نحسن نسبة الهيموجلوبين للأم قبل ما تخش في الولاده. احنا احيانا بنوصل ان احنا ممكن ننقل الدم للعيانين عندما نلاقي الهيموجلوبين بتاعهم نزل، النسبه بتاعتهم نسبه قليله جدا، وبالتالي لازم نعودهم على اننا يحسن نسبه الهيموجلوبين الموجوده في الدم اثناء فتره الحمل وقبل الزواج زي ما بنقول، وقبل الحمل، لان عشان موضوع الحمل ده بيبقى بيسموه عبء على الأم نفسها، فبالتالي لازم يحسن وضعها قبل ما تخش في موضوع الولادة. النقطة اللي هنا طبعا لأن ده بيأثر برضو بعد فترة، بيأثر على الجنين نفسه وبيأثر على المولود احنا، وبيأثر بعد كده حتى السيدة اللي بتولد قيصرية وعندها أنيميا، معدل أو التئام الجرح عندها ما بيبقاش زيه زي ما يكون نسبة الهيموجلوبين أحسن، وبالتالي احنا بنتلاشى. ونسبة حدوث نسف أثناء وقبل وأثناء وما بعد الحمل بيزيد مع الناس اللي عندهم أنيميا، وهنخش بقى في الحلقة المفرغة إن الأنيميا موجودة زادت مع النزيف، والنزيف هيزود الأنيميا، وهنخش في مشكلة كنا احنا في غنى عنها لو اهتمنا من البداية بنوعية التغذية والاهتمام بالفيتامينات والحديد أثناء فترة الحمل. وعلى فكرة احنا البلد الوحيدة أو المنطقة الوحيدة اللي بندي الحديد ده روتين، يعني بره في انجلترا الحديد ده ما بيكتبش الا للناس اللي بيبقى فعلا عندهم انيميا، وبان نسبه الانيميا عندهم قليله نتيجه العادات اللي هي الكويسه بالنسبه للتغذيه، احنا مشكلتنا ان نسبه الانيميا عندنا عاليه، وبالتالي بنحتاج نبقى ندي
حديد أثناء الحمل ونحسن نسبة الهيموجلوبين والحالة الصحية بتاعت السيدة. نشكركم ونتمنى للجميع صحة ونتمنى حالة.